وبعد تسع من سني من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. يعني الآن بعد البعثة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني تم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 8 سنين وبدأ في التاسعة، الآن مات العم أبو طالب، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها الزوجة الحنون. نعم. وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت.